طيب إذا هلأ نرجع لنفس المعادلة هاي ونطلع على مادة مغناطيسية أثرنا عليها بماجنتيك فيلد. إذا نرجع لنفس الدائرة هاي الموجودة هون، خلينا نفترض إنه هاي مادة فيروماجنتيك وأثرت عليها أنا هون بماجنتيك ماجنتوموتيف فورس وعملت H ماجنتيك فيلد، فصار عندي هلأ هون أثرت على مادة بماجنتيك فيلد H. هاي المادة لو جيت اطلعت عليها بشكل مكبر كبرتها رح الاقي كأنها مكونة من دومينز، كأنه كل واحد من هذا مش جزيء أكبر من جزيء، بس كأنها مجموعة كل واحد من هذول بنسميها كأنها دومين. دومين يعني مجال. مرتبة. لسه مش مرتبة هلأ، هاي هلأ ملخبطة. لو جيت على قطعة حديدية عادي مش المغناطة راح تلاقي ما فيش لها مجال مغناطيسي، لكن كل واحدة من هذول الدومينز فيها كأنها عبارة عن كأنها زي مغناطيس صغير وفي له اتجاه، في له نورث بول وساوث بول، هذه القطعة الصغيرة اللي هون. لما ببدأ بأثر عليها بماجنتيك فيلد حسب سهولة مغناطيسها ايش راح يبدوا يعملوا هذول؟ لو رسمناهم بهذا الشكل رح الاقي بشكل عام اول ما ببدا رح الاقي انهم راندوم، الاورينتيشن تبعهم راندوم. لما ببدا الان باثر عليهم بماجنتيك فيلد بحط عليهم مجال مغناطيسي، باثر عليهم بمجال مغناطيسي رح الاقي في البدايه حسب قوه هذا المجال المغناطيسي مجموعه منهم، يعني خليني افترض انه عندي الان ماجنتيك فيلد بهذا الاتجاه له قوة معينة أمبيرز بير متر، رح الاقي انه بعض هذول بدا يعمل الاينمنت. الاينمنت معناها ترتيب، يعني يرتب نفسه، فبلاقي مجموعة منهم عملوا مش كلهم حسب قوة المجال مجموعة عملوا ترتيب لهم. فشو صار عندي؟ هاي التمغنط، هذا النوع من التمغنط اللي صار عبارة عن ايش؟ كأنه ماجنتيك فلكس دنسيتي، سهولته مع ايش بتتناسب او كميته مع ايش بتتناسب؟ تتناسب مع سهولة مغناطة المادة وقوة المجال المغناطيسي اللي انا اثرت عليه. وقوة المجال المغناطيسي كانت تعتمد على ثلاث اشياء، كل ما زدت التيار، كل ما زدت عدد اللفات، كل ما قللت اللينكث اوف ذا كور بزيد معي هذا. ولاحظوا هو من اسمه امبير او امبير تيرنز بير متر، لانه هذا هو بينقسم على المسافة هاي اللي موجودة هون. إذا وكل ما هلا برد بزيد كمان شوي، رح أزيد كمان شوي اتش، فجيت أنا ايش عملت هلا؟ رفعت اتش، يعني يمكن أكون رفعت اتش، شو عملت هون مثلا؟ لو زدت الكرنت، لو أنا حاطط مثلا كرنت سورس وزدت الكرنت سورس، بلاقي بعد شوي شو بصير عندي؟ بلاقي كمان هذا الدومين مثلا عمل ألاينمنت، وفرضا هذا الدومين عمل ألاينمنت، وهذا الدومين عمل ألاينمنت. عدد الدومينز اللي ضلت اللي مش عامله الاينمنت مش صارت اقل؟ يعني ما ضلش كثير هلا هو يوصل، لانه في النهايه شو راح يصير بهاي الدائره؟ لما بضل ازيد اتش وازيد اتش شو راح يصير في النهايه؟ راح يصيروا كلهم الاينمنت مش هيك؟ طب لو زدتها بعدين اتش كمان بعد ما يصيروا كلهم الاينمنت؟ لا خلاص صاروا كلهم الاينمنت، اشبعت الماده، نقول انها وصلت الساتوريشن. اذا لما نبدا في البدايه ونعمل الاينمنت لسه هلا مثلا هي صار عندي 1 2 3 4 5 من هذول صار اتجاههم هيك، برد بزيد اتش كمان شو راح يصير عندي؟ بلاقي مجموعه جديده منهم صارت الاينت مثلا. اذا كل زياده في اتش عم بقابلها زياده في بي، بس مش متساويه، بصير الزياده بتصير تخف والزياده بتصير تخف لحد ما في النهايه اوصل انه كل هذول لما كل هذول صاروا الاينت وصلت اعلى قيمه ممكنه لبي، بي ما راح تزيد اكثر من هيك. زيد اتش اكثر من هيك شو بصير؟ ما بتزيد منها. هذا بنقدر نعبر عنه لو جيت انا حطيت اتش هون ماكسيموم حطيت بي هون راح الاقي انه لما ببدا بزيد من هون راح يبدا يزيد بي معي مش هيك؟ في البدايه راح يزيد منيح بي، بس بعد فتره شو راح الاحظ بصير؟ مش ضايل كثير هون، مش ضايل كثير اضبطهم.
بالنهاية شو ضل عندي هون هلا خلص بس ضل ما بضلش غير هاي. فبعد فترة شو راح الاقي؟ خلص هون عند اللحظة هاي شو صار بالدومينز هذول كل زمان؟ هلا زيد اتش ما بدك لو ضلك تزيد هذا ما كان وين رح يضل هذا ما فيش يعني هو كانه عمال بيقول ما ضلش في فيلز انعمل لما نايمت اكثر من هيك عند النقطة هاي شو بنقول صار الكور؟ ماكسيموم ساتشوريت صارت هاي وصلت الساتشوريشن مضبوط ماشي؟ طيب هلا لما بدنا ننزل اتش شو رح يصير؟ ليش انا كانت هاي وبديت هلا انزل شوي شوي التيار وضليت انزل فيه انزل فيه انزل فيه لا صار صفر شو بتتوقع رح يصير بهدول؟ انتوا فكروا فيها هل رح يرجعوا لخبطين كلهم؟ لا في منهم اشي رح يتلخبط بس في منهم جزء شو رح يضل؟ زي ما انت لو جبت انت الماده فيروماجنتيك وضليتك تحرك المغناطيس عليها فتره طويله وشلته ايش رح يضل؟ رح يضل في ماجنتكس. كيف ممكن الغي هذا الترتيب؟ ممكن اعكس ممكن امسكه هذا واضل اضربه بشاكوش لما بضربه بشاكوش شو بصير؟ بتلخبط وبتحرك او ممكن اسخنه لما بسخنه شو بصير فيهم؟ اوكي اذا احد الاشياء اللي ممكن اعملها شوفوا هلا ايش رح نعمل؟ رح ابدا انزل اتش لما بنزل اتش من هون ايش عمله بصير بهذول بعضهم بتلخبط بضل انزل اتش بس حتى لما نزلت اتش وصلتها زيرو هون عند النقطة هاي ما رضوا تلخبط ما كلهم صاروا تلخبطوا ضل جزء منهم ايش؟ الاين حتى الغيت شو بقدر اعمل كهربائيا؟ بعكس فلما كان الكرنت كنت امرره هون شو بصير امرر الكرنت الان؟ وببدا شوي شوي ازيده شو راح يصير هلا معي؟ راح يبدوا ينعكسوا ينعكس اتجاههم يتلخبطوا لحد ما اوصل اي نقطة عند النقطة هاي شو صار؟ صار كلهم لخبطين بطل لهم هاي لو رديت زد كمان هلا بالعكس شو راح يبدا يصير؟ راح يبدا يعكسوا اتجاههم ويروحوا بالاتجاه المعاكس بصيروا الاينمنت بس بالعكس بس في لحظة معينة راح يوصلوا كلهم الايند وين؟ خلص وقتها اكثر من هيك مش راح يقدر يزيد معي اكثر من هيك مش هيك؟ شو راح يصير؟ راح يصير ساتشوريشن بالعكس بالطريقة المعكوسة طيب ببدا بخفف ايش راح يصير عندي؟ نفس الشيء لما رجعت اتش لزيرو ما رجعوا لزيرو وصل عند النقطة هاي حتى ارجعه حتى هلا ارجعهم لزيرو ايش راح اعمل؟ راح اعكس وهذا راح هذا بس بدينا اول مرة لانه بدينا من زيرو ماشي واضحة هاي الفكرة؟ إذا احنا لما عمالنا نعكس عليهم لما عمالنا نحاول نعمل له اورينتيشن بتجاوب معي تدريجيا بعد فترة طبعا خلص بصيروا كلهم الايند لما بنزل اتش وبلغيها حتى لما اتش صارت صفر ضل عندي لسه هون في شيء الايند مش هيك حتى الغيه يا بلغيه بالحراره يا بالفايبريشن والشوك يا بلغيه باني اعكس اتش عكست اتش عليه وصلته شوفوا قديش من اتش احتجت حتى ايش اعمل حتى الغي الماجنتيك فلكس دنسيتي اللي كانت موجوده بالاصل لانه هذا هون هذه بي ماجنتيك فلكس density ايش من وحدتها؟ ويبر بير سكوير متر ويبر بير سكوير متر لها وحدة شو هي؟ تسلا اتش اللي هي ماجنتيك فيلد سترينث قوة المجال المغناطيسي اللي عمالي بأثر عليه شو كانت وحدتها؟ امبيرز بير متر بامكانك تفكر فيها انه امبيرز جايين من هون اللي هي ان في اي والميتر من وين جاي؟ طول الكور فصارت هي يعني انا حطيت امبير تيرنز على مسافه معينه من هون اشتغلت على المسافه ولذلك وحدتها امبيرز بير متر ماشي واضحه هاي من وين اجت فكره الساتشوريشن وهاي احد الاشياء المهمه في الماشينز إذا بوصل عند حد معين خلص ما بقدر أعمل له أكثر من هيك، ما بقدرش أعمل له ماجنتيك فلكس دنسيتي أكثر من هيك، وصل الحد الأعلى للساتشوريتد كل الدايبولز صاروا متجهين بهذا الاتجاه. هاي إذا فكرة الدومينز في الماجنتيك سيركتس.